المورد الثاني قال الذهبي عن مكحول وذكر الزهري فقال أي رجل هو؟ هو رجل جيد، رجل عظيم، رجل لا مثيل له. يقول لكن فيه شيء، يقول أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. قال يحيى بن سعيد القطان في نفس المصدر قال الذهبي قال يحيى بن سعيد القطان قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأن الزهري حافظ، لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسميه سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. سبحان الله، أقول سبحان الله، هل الأمانة في النقل مشروطة بمن تحب فقط دون غيره؟ يعني من يحب يذكره ومن لا يحب لا يذكره؟ هل هذه الأمانة في النقل؟ هل هذه الوثاقة؟ قلت، أي الذهبي قال، قلت مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله. على الأقل، على أقل تقدير يقول، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لو لم يرد أن يذكر الاسم، يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا يأتي به مرسلا؟ لازال الكلام في المورد الثاني عن الذهبي. يقول أبو حاتم حدثنا أحمد بن أبي شريح أو شريح يقول سمعت الشافعي يقول إرسال الزهري ليس بشيء، لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم ماذا قال فيه العلماء؟ قال العلماء في ابن أرقم ضعيف متروك، يعني أنا نقلت أقوال العلماء في ابن أرقم، ضعيف متروك ليس بثقة، ليس بشيء، لا يسوى حديثه شيئا، لا يروى عنه الحديث، أحاديثه منكرة، ليس يسوى في السن. هذه أقوال لما سجل بحق ابن أرقم. وهذا المورد الثاني انتهى، وهو عن الذهبي سير أعلام النبلاء جزء خامس الطبقة الثالثة الزهري. المورد الثالث طبقات ابن حجر المرتبة الثالثة. يقول ابن حجر من أكثر من التدليس فلم يحتج لأم من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا. الآن يقول الزهري وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس. هذا من ينقل طبقات ابن حجر المرتبة الثالثة. المورد الرابع تهذيب التهذيب. حكى الحاكم عن ابن معين أنه قال أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقال له إنسان الأعمش مثل الزهري، فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري. الزهري يرى العرض أو العرض أو الفرض والإجازة ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن.